Mosaic FM Podcast. Sport Express. صباح النور. اليوم تتلعب دفعة ثانية من مقابلة الجولة الخامسة الرابطة الأولى المجموعة الأولى. الأولمبي البيجي يستقبل النادي الأفريقي، ترجي الجيس ضد مستقبل مرسى، أولمبيك الكاف ضد نادي البنزرتي. البارحة ترجي ربح جي اس كي 5-1. المجموعة الثانية اساسا ملعب حمام سوسة، النجم الساحلي الملعب التونسي، الملعب الجيبسي الاتحاد المنسيري، والبارح نادي حمام لامف ربح القوافل 1-1. المنتخب الوطني أقل من 20 عام يلعب اليوم أول ماتش ضمن لوناف المقامة في الجزائر. منتخبنا يلعب بداية من مساعة ونص ضد منتخب الجزائر الأول. أخبار ملاعبيتنا المحترفين والميركاتو، مهاجم المنتخب حمدي الحربوي زاد عام في عقده مع نادي لوكيران البلجيكي، شادي الهمامي مدد عقده مع نادي الكويت حتى 2016. الكرة في أوروبا وأهم النتائج، البداية بالليغون الجولة 16، 4 بلاش البارح للبي اس جي ضد إيفيون. الماتش عرف مشاركة إيهاب المباركي للمرة الأولى الموسم هذا كأساسي مع نادي إيفيون. صابر خليفة على البنك ودخل في دقيقة 46. الزوادي كمل الماتش على البنك. لليغا الجولة 15، انتصار صعيب برشا للريال أون ديبلاسمون ضد فالد وليد 3-2. 4 بلاش المالقة ضد جرانادا. مونديال الأندية زوز مقابلات اليوم في البروغرام، واحدة تبدأ لحظات هذه تجمع أولسن هيونداي مع مونتيري من المكسيك، ممثل إفريقيا الأهلي المصري يلعب 11:30 ضد هيروشيما اليابان.